مبارك لعجلون واهالي محافظه عجلون بهذا الحدث اللي هو اطلاق مدينه عجلون مدينه للثقافه الاردنيه عام 2013. بتعرف حضرتك هذا واحد من المشاريع الرائده بوزاره الثقافه اللي هي مدينه الثقافه، اللي بنختار كل عام مدينه من المدن الاردنيه حتى تكون مدينه للثقافه الاردنيه، وبكون في دعم مالي كبير ومعقول لتنشيط الثقافه، بكون في برامج محدده، وبكون في يعني نوع من التفعيل الحدث الثقافي بالمحافظه والمدينه اللي بيتم اختيارها. احنا طبعا هذا من منطلق اولا تعميق الفعل الثقافي بالمحافظات، وان يكون هنالك في نوع من الواجب الذي تقدمه الوزاره تجاه المحافظات تجاه المناطق اللي خارج عمان بخدمه مثقفين وخدمه مبدعينها. والامر الثاني احنا كمان حريصين على تعزيز قيم الثقافه بمفهومها الشامل، لانه الثقافه هي ليست فقط الشعر والقصه والنثر وهذه الامور، الثقافه هي منطلقات الانسان، هي المحددات التي تجعله يحدد سلوكه، وبالتالي زي ما بنقول دائما اذا وجدت الثقافه غابه وجد الرشد، وجد المنطق، وجد الحوار، واذا غابت الثقافه اكيد راح نسمع لغه غير لغه الحوار، راح نشوف لغه العنف، لغات السلاح. فلذلك الثقافه بالنسبه لنا واحده من ادوات صناعه الحضاره وصناعه الانسان، فان شاء الله تكون عام ايجابي بشراكه مع الجميع، ونامل ان شاء الله انه يكون في منتج في نهايه العام نكون قدمنا نموذج ايجابي ان شاء الله بعجلون ولخدمه عجلون وثقافه عجلون ان شاء الله تعالى. اليوم تحت رقابه في محافظه عجلون لتبدا كافه الكوادر الثقافيه والهيئات الثقافيه والمبدعين والمفكرين واهالي عجلون وكل المؤسسات الرسميه والشعبيه والاهليه بالتفاعل لانتاج المخزون الثقافي التي تمتاز به عجلون، حقيقه ميزه كبيره. عجلون لم تخلو دقيقة واحدة منذ العصور الأولى من سكن الإنسان، فقد عاش بها الإنسان طيلة كل العصور، وهي مركز إشعاع لكل أنحاء العالم، كانت أول مصنع للحديد في العالم أنشئ في عجلون، ثقافتها، أماكنها السياحية التي موجودة في عجلون لا تعد ولا تحصى. بعد إطلاق عجلون عاصمة الثقافة ترك أثر كبير في نفوس الشباب، كوني كشابة ناشطة في محافظة عجلون بتفعيل دور الحراك الثقافي في المحافظة، وذلك من خلال المشاريع التي تقدمها مديرية الثقافة للشباب، من مشاريع اللي هي ثقافية ومشاريع اللي هي إحياء التراث في المنطقة والمشاريع التي تدعم الشباب. تاريخها العريق يحدث عنها، فعجلون بعد أن أصبحت مدينة الثقافة لعام 2013 كفانا فخرا رؤية هذه الوجوه. مناسبة يعني ممتازة جدا لمحافظة عجلون وتقدير للمحافظة التي تستاهل هذا التقدير. فعواطفنا دائما مع عجلون بثقافتها العالية والقديمة، وما زالت من نخبة المدن في المملكة الأردنية الهاشمية. أنا سعيد جدا باختيار عجلون مدينة للثقافة الأردنية لعام 2013 إن شاء الله، ومتفائل خير، وإن شاء الله ربنا يجعله عام خير وبركة على الجميع إن شاء الله.